اليوم حنحكي عن كل أسرار البيتزا التقليدية، وحنعمل بيتزا للكيتو دايت أيضا. بنطحن رقائق الذرة، بنستخدمه للفرد، بنفرده بدل الطحين. ماء دافئ 600 ملي أو 600 جرام أو تقريبا أكثر من نصف لتر بقليل حسب الحاجة. زيت زيتون معلقتين كبار، وحليب سائل 60 جرام ربع كوب، وخميرة معلقة كبيرة، وسكر معلقتين كبار، ومرق الدجاج 20 جرام يعني معلقة كبيرة، بصل بودرة معلقة صغيرة، وثوم بودرة معلقة صغيرة. نخلط المكونات جيد، ممكن نعملهم بشكل يدوي أو بأي خلاط فواكه متوفر عنا. بنسكبهم على كيلو دقيق وبنعجن جيد، نوضعها على رقائق الذرة المطحون أو الكونفليكس، ننتظر 10 دقائق. هيك بعد 10 دقائق نعملها إلى 4 أجزاء. نوضعها دقيق الذرة أو رقائق الذرة، هو بيعمل طعم كتير روعة وبيعمل هشة كتير روعة. جربوها حتعجبكم كتير طريقة. نوضعها بالتلاجة 24 ساعة أقل شيء، وأكتر إشي 4 أيام، يعني كل ما طولت التلاجة كل ما كانت أطيب، بس ما تقعد في التلاجة أكتر من 4 أيام، يعني 3 أيام مكس 4 أيام. نفردها على دقيق الذرة اللي احنا طحناه. نوضع شو ما بدنا، نوضع سمك، جمبري، لحمة، سلمة، دجاج. طبعا بنستوي نص استوى اللحم أو الدجاج أو السمك، بنستوي نص استوى. وإذا بدكم صلصة تبعت البيتزا اكتبوا لي تحت بالتعليقات مشان أعملكم إياها الطريقة الأصلية. وهيك بنشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 200 درجة مئوية حسب نوع الفرن، بتقعد المدة كتير كتير روعة ومميزة. هلقيت بدنا نعمل مع بعض الوصفة الثانية للكيتو دايت، كتير سهلة وبسيطة. لوز 100 جرام، بيضة واحدة، ثوم بودرة نصف معلقة صغيرة، بصل بودرة نصف معلقة صغيرة، ملح نصف معلقة صغيرة، بيكربونات الصودا أو بيكنج صودا معلقة صغيرة، خل معلقة كبيرة. بنخربطهم مع بعض عشان يتفاعلوا، وبنوضعهم مع الخليط وبنطحن. الوصفة صغيرة، محتاجة طحونة أو خلاط أصغر من هيك، أنتم ممكن تضعفوا الكمية منشان الخلاط يقدر يشتغل. أنا وضعتها في خلاط أصغر، أنتم ممكن تضعفوا الكمية. أنا ضفت معلقتين ماء منشان يمشي الخلاط أو يقدر يقاوم الخلاط، لأنه الكمية صغيرة ما بدي أعمل كمية كبيرة خسارة. عندي وصفات كتير موجودة، انتم ممكن تضعفوا الكمية. هيك اصبح شكلها، مثل هيك لازم تكون، وهذا هو الافضل، افضل خلط، ولكن لازم نضاعف الكمية، هو هذا الافضل واسهل. اي نوع جبن مناسب للبيتزا 200 جرام. ضع الجبن في الميكرويف لمدة دقيقة تقريبا، او ممكن نستخدم على مندوب الجبنة على نار خفيفة في الطاسة او في المقلة. هيك لازم تكون تقريبا، اخذت معي دقيقة. نوضع الخليط مع الجبن وبنعجن جيد حتى تتماسك العجنة، لازم نعجن جيد. هيك اخذ معي 5 دقائق تقريبا، مثل ما انتم شايفين العجنة متماسكة. نوضع ورق الزبدة وبنفرد العجنة.
موضوع كتير بسيط وكتير سهل. ممكن نوضع استخدام أي قالب متاح عنا أو وضع طبق ونقطعه بالسكين، ممكن يعني مش شرط، ممكن نعملها بشكل عشوائي. نوضع صلصة الطماطم وبندهنها، وبنوضع الجبن، كمية الجبن انتو حسب ذوقكم اوضعوا كمية الجبن، وبنوضع الخضار ايضا خضار حسب ذوقكم. مدتها تقريبا تاخد في الفرن 15 دقيقة او حسب نوع الفرن، لازم انتو تركبوها. للزيادة نفس الشي، للزيادة ممكن نعملها في قوالب اصغر او ممكن نعملها بشكل مثل هيك بشكل عشوائي نعملها. اغلب الوصفات اللي بعملها فيها مرونة في كل شيء. نوضع الخضار ونفس الشيء نوضعها بالفرن، هيك اصبحت هذه جاهزة بعد 15 دقيقة. لازم انتو تتابعوها، انا شغلت الفرن من فوق ومن تحت شغلت الفرن، هيك اصبحت جاهزة. هذا توابل البيتزا موجودة تحت في صندوق الوصف اذا انتم معنيين فيها، كتير هي روعة توابل البيتزا، موجودة تحت في صندوق الوصف. هي بتعمل طعم كتير للبيتزا التوابل، اذا بدكم تعملوها كتير بسيطة او سهلة. اشتروا الاغراض وخلي العطار هو يعمل لكم اياهم، شوفوا كيف شكلها من تحت، كتير هي روعة. خلينا نتذوق. بصراحة الطعم روعة، اتمنى ان انتم تجربوها. اكتبوا لي رأيكم بالوصفة، رأيكم بهمني كتير. في أمان الله.